قيم انسانيه ترسخت اركانها بين اروقه مجتمع بحريني متماسك مبني على تدعيم اواصر المحبه وتقبل الاخر في بيئه من المساواه في الجنس والعرق والدين ايضا. نعم وما دعم ذلك حجم المبادرات الملكيه الساميه التي جعلت من المملكه نموذجا يحتذى به اقليميا ودوليا في التعايش بين كافه الاديان والمذاهب والطوائف. في البحرين ومنذ قديم الازمان تعاظمت قيم الانسان بعلو سقف المبادئ التي بنيت عليها الدوله وتاسست على تدعيم اواصر المحبه والموده بين الفرد والاخر واندماج مجتمعي لا فرق فيه بين هذا وذاك الا بمقدار حجم الانتماء ومقياس الاخاء بتعاضده والفته ليتمكن الجميع من العيش بسلام داخلي وخارجي تؤطر عيشهم قوانين وتشريعات تذود عن حريه النفس وتفصل الحقوق والواجبات في بيئه من المساواه في الجنس والعرق. في تسلم حضره صاحب الجلاله ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لزمام الحكم في البلاد توسيع لنطاق قيم السلام والمحبه والتعايش. حتى باتت المملكه حاضنه للسلام وبيئه خصبه للتعايش بين كافه الاديان والمذاهب والطوائف ونموذجا مميزا يحتذى به في التجانس والتوافق المجتمعي فمبادرات جلالته الساميه تمثل علامه فارقه في تعزيز قيم المحبه والتالف بين فئات المجتمع البحريني بصيغه منمقه ادت الى تحقيق تام وبسط عام للمبادئ والثوابت الساميه في المجتمع والتي اقرتها الاديان والمواثيق والقوانين الدوليه المبادرات الملكيه الهادفه كانت كفيله بتعميق دور البحرين في العالم اجمع ومنحها الحق في ان تصبح انموذجا يدرس في نشر ثقافه السلام والاعتدال اقليميا ودوليا لتسجل أرض الحضارات العريقة العديد من الإشراقات التي تضاف إلى سجلها في المجال الحقوقي والإنساني لتلفزيون البحرين محمد رشيدات